الضباط الثلاثة اللي اتقتلوا من عندنا كل واحد فيهم من إدارة مختلفة. ليه يا فندم ما نستدعيش الضابط اللي قتل الصياد ونعرض عليه المشتبه فيهم اللي موجودين عندنا؟ لو طلع واحد فيهم يبقى فندم القضية خلصت. سعادتك سمعت عن جرائم القتل اللي حصلت خلال الثلاث شهور اللي فاتوا؟ لا ما سمعتش يا باشا، بصراحة مش عايز أسمع. الموضوع له علاقة بالصياد يا باشا. تقول إيه سعادتك؟ لو سمحت ما تحاولش تمنعني من أن آخد حق موكلي، ده حصل له إعاقة بسبب اللي اتعمل فيه. شريف عباس راشد، ده نصاب ومزور ومتهم في أكتر من جريمة قتل. أنا اسمي سامح عبد العظيم، أنا إنسان واضح جدا وبعشق الصراحة. أكيد الصراحة مهمة جدا بين أي اتنين بيرتبطوا ببعض. ها؟ مش مستريح. هو أنت صعب عليك أوي للدرجة دي إنك تشوفني مبسوطة؟ نعم. سيف عبد الرحمن الكفيف. أيوه. ده من الضباط اللي أنا رافع عليهم قضية. الشيخ حماده بتاعك يا ست هانم بيسترجل عليا عشان واحده وسخه زيك. اسوان اسوان، وانا براجع ملف المقدم نور الدين اكتشفت انه سنه 2007 كان موجود في اسوان في دوره تدريبيه، ولما بصيت على ملف الرائد البشوتي اكتشفت انه كان موجود في نفس الدوره التدريبيه في نفس المكان ونفس الزمان. بتخاف؟ طبعا بخاف، اي حد بيبقى في حاجه بيخاف منها او بيخاف عليها. وانت بتخاف من ايه؟ الناس. ليه تخاف من الناس؟ هو في ايه في الدنيا بيخوف غير الناس؟ الانسان هو اخطر شيء في الحياه في التاريخ، حتى لو كان اللي بيحركه شيطان ولا جن ازرق، في الانسان في الاخر هو الاداه اللي بتنفذ. الإنسان هو اللي بيقتل، هو اللي بيسرق، هو اللي بيشوه، هو اللي بيخون، هو أصل كل شر وكل فساد. أساساً ما كانش هيبقى فيه شر في الكون لو ما فيش إنسان. عشان كده بتحب الوحدة. ما بحبهاش، بس بستريح لما أكون لوحدي، عشان ده معناه إن مفيش حاجة وحشة ممكن تحصل لي ولا حاجة وحشة ممكن أسببها لحد. ويلكم تو ايجيبت مستر نوريس.
انا ما صدقتش نفسي لما قالوا لي ان سيد الناس هنا. والله منور يا كبير منور. فين شريف؟ شريف جالي وقال لي على اللي انت عايزه وانا ساعدته ودليته على المطلوب. ما كلمنيش بقاله يومين وما جاش وتليفونه مقفول. انت كده قلقتني عليه، يبقى راح فين ده؟ اسمع يا طحان، انا عايز اوضح لك حاجه مهمه ممكن تكون مش فاهمها، لان انت معظم تعاملاتك مع ناس وسخه وحساله زينا، متعودين على اللف والدوران والعوق. ليه بس كده يا باشا؟ ده انا طول عمري انا ناجي الخليل يالا، وده معناه اني لما اطلب حاجه من حد ما ببقاش مستني بس انه يعملها، لا مستني انه يحط روحه فيها، يعملها على اكمل وجه، يعملها كان حياته هتنتهي. لان انا ما بحبش الغلط، لما بلاقي غلط بزعل، وانا زعلي وحش. انا لو طالب عنوان شارع ولا تليفون حد ما كنتش وسخت وداني وكلمتك. انت كان لازم تحط عينك على شريف، تتابع كل تحركاته وتبلغني بيها اول باول. هشوفهولك يا كبير، هشوفهولك وهيكون عندك خبره في اقل من 24 ساعه. 24 ساعه يا طحان؟ 24 ساعه؟ 24 اقل من 24 ساعه. انت عارف يا سيدي ان انا ما بحبش البلد دي، ما بحبش اشم هواها، ما بحبش زحمتها ولا الزباله اللي هي فيها، بتفكرني بذكريات وسخه مش عايز افتكرها. هتحللي المشكله دي يا سيدي؟ لا يا نهار ابيض، اعتبرها اتحلت يا كبير، اتحلت خلاص. عايز اعرف شريف راح فين وكان بيقابل مين ومين اخر حد شافه ومين البت اللي كان ماشي معاها. حاضر حاضر حاضر. 24 ساعه يا سيد تحللي المشكله دي، مش عايز ازعل وما انصحكش انك تشوفني وانا زعلان. لا عارف عارف يا كبير. نرجع تاني هنا تمام. الاسبوع اللي جاي هتستلموا نتيجه البروجكت، وهنعمل بروجكت تاني بناء على النتيجه اللي هلاقيها، ما تبصوليش. اتفضل. دكتور علياء. ايوه. النقيب احمد نبيل عمر والنقيب محمد شقير من المباحث. اي خدمه؟ عايزين حضرتك تيجي معانا 5 دقايق بس عشان في موضوع هناخد اقوالك فيه. الو. ايوه يا علي، خير؟ في ايه؟ نعم، ده حصل امتى الكلام ده؟ طيب ما تقلقيش، انا مسافه الطريق وهبقى عندك. مع السلامة. انت شفته يا سيف مع انك ما بتشوفش؟ انا اللي كنت عامية. خلاص بقى يا عليا، الكلام ده مش هيفيد بحاجة. على رأيك، انا عمري ما اتعلم من الغلطات بتاعتي، افضل اكررها لغاية لما تقضي عليا. سيبك من الكلام ده وخلينا في المهم. مهم؟ انا عايز اعرف بالظبط انت اخر مره اتصلت بيه كان امتى. ما انا بصراحه مش عايز اتفاجئ، مش عايزهم يحققوا في الموضوع ويلاقوا حاجه تخليك في موضوع شبهات. وانا لو مش مشبوهه في نظرهم هيحققوا ليه معايا من الاصل؟ في ايه يا علي؟ ناس شافوكوا في الشارع وقالوا انك كنت معاه، عادي يعني، ما تقفريش بقى. اقفر؟ انا كنت هتجوز نصاب، كنت هتجوز واحد ما اعرفش اسمه الحقيقي حتى. هو في اكتر من كده؟ كان عاوز مني ايه ده يا سيف؟ طب هي الناس دي بتبقى عندها غريزه بتعرف بيها المجانين والعبط اللي زيي؟ كان عاوز يستغلني في ايه؟ كان عاوز فلوسي مثلا؟ يا سيف لو انت ما كنتش حذرتني منه كان زماني مقتوله معاه. يا عليا بالراحه بس كده، اي حد في الدنيا معرض انه يتنصب عليه عادي. وبعدين يعني ما تنسيش ان انت اللي سبتيه قبل ما اي حاجه تحصل، يعني ما انتيش مجنونه ولا حاجه. عارف اللي يضحك في الموضوع ده ايه؟ ان انا لما كلمتك وجيت لك كنت فاكراك انت اللي مش هتقدر تعيش من غيري ومن غير مساعدتي. بس الحقيقه بقى انا اللي معرفش كنت هعيش من غيرك ازاي. احب اعرفكم بالمقدم ماجد العزازي، هو اللي هيقود فريق البحث والتحريات في الجرائم اللي حصلت وراح ضحيتها مجموعه من الضباط. احنا بنتوقع ان شاء الله ان الجاني اللي سياده العقيد عايز يقوله لكم ان انتم مش شايفين شغلكم كويس. انا الحقيقه مش شايف قدامي غير شويه تلامذه.
بالكتير تبقوا شغالين في نادي او في بنك، مش في اهم جهاز امني في البلد. ايه اللي سيادتك بتقوله ده؟ احنا مش بنهزر هنا. في 4 ضباط ماتوا لحد دلوقتي، ده غير الجرائم التانيه اللي التحريات المفروض تكون بينتها. انما بقى حضراتكم عشان عايشين لي في الدور وقاعدين لي على النت وقاعدين تحللوا في معطيات وبيانات، المجرم لسه هربان ولسه في ضباط حياتها معرضه للخطر. وسيادتك ان شاء الله يا باشا تقترح ان احنا ممكن نعمل ايه؟ انا ما بقترحش يا باشا، انا بدي اوامر وانتوا كلكم هتنفذوها، والا بقى القسم بتاعكم ده ان شاء الله هيتقفل ونوزعكم على التموين والكهرباء. انا اولى واحده باشا بالقضيه دي وانت عارف كده كويس. اللي هو سامي شهاب هو اللي مختار. كان ممكن ساعتك تتكلم معاه، كان ممكن تقنعه. يا طارق انا معترف ان انت عامل شغل كويس قوي في القضيه دي، بس انطباع اللي هو سامي عنك بعد اخر اجتماع انطباع مش كويس، واي كلام هقوله له مش هيقنعه ومش ممكن هيخليك تشيل المسؤوليه دي. يا باشا انت عارف انا ما بسعاش ورا منصب ولا اي مميزات، انا متاكد انا لو مسكت القضيه دي هوصل فيها لحل قبل اي حد تاني يا باشا. ده اللي انا مستنيه منك يا طارق باشا، من اللي هو فيصل غلاب سمعتك سباك واكيد شارب الشغلانه كويس من الوالد. على فكره الكلام اللي انا قلته بره ده مش ليك خالص، ده للظباط التانيين. وساعتك بقى ايه مشاكلك مع الظباط التانيين يا باشا؟ اللي بيحصل ده يا طارق باشا مش شغل بوليس، ده شغل تلامذه. احنا شغلتنا نحقق ونستجوب ونطلع المعلومات من المشتبه فيهم باي شكل وبكل الوسائل الممكنه، مش نقعد نسرش ونشايت على النت. يعني ساعتك عايزنا نعمل ايه بالظبط؟ يعني نقبض على الناس بشكل عشوائي ونعذبهم؟ يعني نعذبهم؟ الاداره دي يا ماجد باشا بتشتغل على اسس علميه، ما بنستخدمش الوسائل دي. وسائل ايه وعلميه ايه يا سياده العقيد؟ في ضباط بتموت، في ضباط تانيه حتى لسه معرضه للخطر. انا مكلف ان انا اخلص القضيه دي وهخلصها باي شكل، ومش من مصلحه اي حد انه يعطلني، وسيادتك عارف كويس قوي الصلاحيات اللي معايا شكلها ايه. يا حكايتي مع الزمان زمان زمان. يا باشا روق. الصغير لما بيلاقي نفسه كده كبر فجأة بيعيش في الدور، بس بعد شوية بيعرف حجمه. قصدك ايه؟ قصدي ان الراجل ده بصراحة رتبته ما تخلوش يعيش علينا قوي كده. انت شفت كان بيكلم عقيد حمدي ازاي؟ عم واخد صلاحيات من الباشا. ايوه بس هو واخد صلاحيات اكبر من حجمه، فعامل زي البالونه، اي دبوس صغير يفرقعها. هو ايه يا باشا اللي انتوا بتقولوه ده؟ مع احترامي المقدم ماجد معاه حق، الموضوع خطير جدا ومحتاج قائد شديد يحرك المسائل شويه قبل اي جريمه ثانيه ما تحصل، ولا ايه يا وائل بيه؟ اه طبعا عندك حق، بس ده بالنسبه لك انت، لان انت عبد بتشتغل بالكرباج والشد، احنا بقى حاجه ثانيه. فمن فضلك يا أبلة فهيتة روحي مكتبك وخليك في حالك. يلا حبيبتي يلا يا ماما. مش قال لك بلاش نت يا ابني؟ فاكر لما قلت لك على موضوع الدورة التدريبية اللي اتعملت في أسوان؟ اه اللي حضرها كل الضباط اللي ماتوا ومعاهم الرائد سيف. بالظبط، الضباط دول بقى ممكن يكونوا متورطين في حاجة، عملوا حاجة، اتفقوا على حاجة لما كانوا هناك أو قبل ما يروحوا. الحاجة دي بقى يا معلم هي السبب في كل اللي بيحصل دلوقتي ده. احتمال تلاقي واحد عايز يطرمخ على الموضوع وعمال ياخدنا في سكك تانية وبياخدنا بالصوت. بس ده كلام خطير قوي يا باشا. مش عارف، بس في حاجة جوايا كده لو طلعت صح انا هعرف الحد ده. الله 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 الله. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ ده بقى الدبوس اللي هيفرقع البالونة. المقدم ماجد العزازي كان موجود معاهم هناك في الدورة التدريبية، يعني لما ياخدنا في سكة تانية يبقى هو أكيد عارف حاجة. الله أعلم بقى هو كان متورط في إيه تاني والأنهي درجة. إيه يا ابني؟ معلش بس الواحد ما بيشوفش الخلقة دي، بدخل هنا بحس إني في معتقل. عجبك قوي؟ دوس معاها. دوس معاها إيه؟ أنت شايف أي فرصة يعني؟ طبعًا، نخور وراها وأكيد هتلاقي حاجة تقدر تستغلها. يعني أنا ما قدميش إلا الفرصة دي؟ طب افرض ما لقيتش حاجة؟ بقول لك إيه؟ مفيش حد نضيف اليومين دول. وبعد كده أنا ما قلتش إنك تمسك عليها زلة لا سمح الله.
بس يعني يمكن عندها مشكله كده ولا كده، محتاجه حد يساعدها. انت بقى ادخل لها من الحته دي، انت اولى. بقى واحده بالجمال ده هيبقى عندها مشكله مستنيه واحد زي يساعدها؟ يا عم دي تلاقي عليها طبيب. اسكت خلاص، يبقى انسى او خد دورك في الطبيب. متشكر جدا يا استاذه مشيره انك تعبتي نفسك وجيتي لحد هنا. يا باشا انا كل يوم هنا، ده انتوا اللي مشغليني. يعني مصلحه بقى ان احنا بنعمل تجاوزات عشان نخليكي تشتغلي. لو كنا التزمنا بالقانون وبقاش فيه تجاوزات اكيد زباينك هيقلوا ولا ايه؟ بقول لك يا عادل بيه، انا ما عنديش وقت عشان انا كمان ساعتين طالعه على الهوا في برنامج، فمضطر ادخل في التفاصيل وبسرعه. اتفضلي انا تحت امرك. انا عاده ما بتنزلش عن القضيه اللي من النوع ده حتى لو حصل تراضي بين الطرفين، لان انا مؤمنه ان القضيه دي قضيه ضد المجتمع كله ولازم تكمل للاخر. بس نظرا لظروف المتهم المره دي انا هكتفي بتعويض. نعم متهم؟ مليون جنيه ان شاء الله. افندم بتقولي كم؟ مليون جنيه؟ لو انت فاكره ان انا لو معايا المبلغ ده كنت جيت اشتغلت هنا من اصله، ولا قعدت مع واحده زيك؟ واحده زيي؟ ما تتكلم عادل يا بيه. تمام، بقوا مليون ونص. استاذه مشيره كده انت مصممه تكملي في القضيه بس عايزاها تبقى جت مننا. شهاب لسه ضابط صغير وما اعتقدش ان معاه مبلغ زي ده ولا حتى نصه. ماشي يا عادل بيه، انا مش هدفعكوا فلوس خالص، بس لازم تعوض موكلي اللي اتعذب بطريقه تانية. ازاي يعني؟ تجيب له كليه سليمه بدل الكليه اللي باظت بسببكم. هو انت لو اتكسر لك ضلع انت او حد من قرايبك هتدفع كام علشان ترجعه سليم تاني؟ افندم فكروا بقى في اللي انا قلته، ولما توصلوا لحل كلموني عشان اسمع اقتراحاتكم. شفت؟ مش قلت لك كده؟ يبقى ما فيش حل غير اللي قلته لك. ادمان ايه؟ سؤال صعب؟ سؤال مؤلم. الندم هو اول حاجه بحس بيها اول ما اصحى من النوم، واخر حاجه بحس بيها قبل ما ادخل انام. يعني تقدري تقولي كده ان حياتي سلسله طويله ومتصله من الندم. طب قولي ندمان على ايه؟ قولي لي انت عندك وقت قد ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا مش عايز ازعج سعادتك والله، بس عيد ميلاد بنت مدام حلا ومش عايز نطفي الشمع على ما سعادتك تشرف يعني. ماشي انا جاي دلوقتي. ماشي يا باشا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Farida. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا صاحبي. لا معلش اعذريني، ماليش في الحلو. معلش النهارده بس عشان فريده. كل سنه وهي طيبه. وانت طيب. عن اذنك اتفضل. اتفضل يا باشا.
ملحقش اتعرف على سعادتك بالشكل الصحيح يعني، قلت اجي ارحب بسيادتك بقى. ولا يهمك، انا اساسا مركز في القضيه اللي معانا وما باخدش بالي. على العموم تشكر على ذوقك يا باشا. بص عشان تعرف بس ان الوالد كان حاجه كبيره عندي. ده دي من امتى دي يا باشا؟ 6 سنين تقريبا. انا خدمت معاه في الصعيد على فكره. الصعيد؟ سعادتك رحت اسوان قبل كده؟ لا انا ما خدمتش في اسوان. ولا عمرك رحت هناك؟ يعني يمكن رحت مره وانا صغير مع المدرسه على ما اذكر يعني. انت تعرف حد هناك ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس يعني بعض الزملاء كان عندهم دوره تدريبيه هناك. حد فيهم قال لي اني قابل سعادتك هناك. لزينا يا طارق باشا مش محتاج دورة تدريبية. احنا كنا بنشوف الموت كل يوم. التدريب الحقيقي على أرض الواقع، ودي ما كانتش أي أرض. أوعدك لما نخلص القضية هبقى أحكي لك على أهوال. طبعاً مش زي الأهوال اللي حكى لك عليها الوالد. بس الواحد برضو عنده تجربة مش وحشة. أكيد طبعاً سعادتك. انا شايف ان نفسك مفتوحه. ايه افهم من كده انك بقيتي كويسه؟ متهيألي. بيتهيألك؟ لا طبعا ما بقتش كويسه ولا حاجه، بس اديني بحاول. بتحاولي بالاكل؟ دي سلطه. سيف سيف، في واحده جايه علينا دلوقتي حالا. مين دي؟ صباح الخير. صباح النور. انا حلا. اهلا يا حلا، خير؟ في حاجه؟ مدام حلا زبونه هنا في الكافيه، وكان عيد ميلاد بنتها النهارده. لا كل سنه وهي طيبه. عادة سيف ما بياخدش باله من كل الزباين اللي بتقعد عنده بالدرجة دي. انت اكيد حد مهم قوي بالنسبة له. انا متشكرة قوي يا استاذ سيف. الاستاذ شكري لسه قايل اللي حضرتك عملته. انا مش عارفة اقول لك ايه، ميرسي قوي. دي حاجة بسيطة جدا، اعتبري كل اللي حصل ده هدية بسيطة بمناسبة عيد ميلاد فريدة. هديتي؟ اصل سيف عمره ما جاب لي هدية في عيد ميلادي، كنت فاكراها مسألة مبدأ يعني. بس طالما الموضوع طلع مش كده يبقى انا لازم اعرف. اصل انا كنت بدور على شقه قريبه من هنا وما كنتش لاقي، والاستاذ سيف لقى لي شقه مناسبه جدا. انا بالصدفه لقيت واحد عارض شقته للايجار، فيها نفس المواصفات اللي حضرتك طالباها. فين بقى؟ عندي في العماره. انا كل اللي عملته ان انا اديته رقم تليفونك وطلبت منه ينزل في السعر شويه، ما عملتش حاجه يعني. انا مبسوطه قوي يا استاذ سيف ان احنا هنكون جيران. متشكر قوي. على فكرة حبيبتي أنا أخته، ما تقلقيش. هقلق من إيه؟ أصل شايفاكي بتحاولي تبصي على إيدي تشوفي فيها دبلة ولا لأ. أنا أخته ومش مرتبطة. عالية. معلش هي بتتعالج أصلاً، ادعي لها ربنا يشفيها إن شاء الله. طب بعد إذنكم أنا متشكرة تاني. العفو. إيه اللي أنت هببتيه ده؟ جايب لها شقة معاك يا حنين في نفس العمارة إلا ما عملتها مع أختك. دي واحدة غلبانة عندها ظروف، وبعدين انا ما بفكرش في الحاجات اللي في دماغك دي. وحتى لو فكرت يعني تقالي ان مفيش فرصه يعني. وهي الطول اصلا. اي واحده عندها ذره مخ هتبعد عني لما تعرف ان ليا اخت زيك. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان احنا الاثنين عاهات. صح. سيف باشا. ايوه. ازاي معاك يا فندم؟ تمام الحمد لله خير. معلش ثواني سعادتك. عن اذنك يا علي. معلش انا بتقل على معاليك، بس احنا غرضنا الحمايه. ماشي شكرا يا سيدي. في يا فندم عربيه كانت قطره المدام. مدام عاليه؟ ايوه يا فندم. وكان فيها اتنين كده شكلهم مش ولا بد، وفضلت واقفه بره شويه. والعربيه دي لسه موجوده؟ لا تقريبا مشيت يا فندم، بس انا خدت النمره والبيانات وقلت اجيبهم لمعاليك قبل ما ابلغ بيهم في الجهاز. لا مفيش داعي تبلغ في الجهاز. اديني بيانات العربيه وانا هتصرف. بس يا فندم التعليمات اللي انت متعين هنا علشان يعني، والموضوع ده ملوش اي علاقه بيا، ده له علاقه باختي. اللي تشوفه معاليك. اتفضل. شكرا. عفوا. طبعا ما بديش تعرفي تكتم من غيري. طبعا انت مش شايف انا هفتنها ازاي ولا ايه؟
ادي هديه. لا دي مش اي هديه، دي ست التحقيقات بتاعت قضيه الشيكات المزوره بتاعت بنك الائتمان الزراعي، القضيه اللي هزت البلد كلها السنه اللي فاتت. البنك اللي هو في القصر العيني ده عارفاه، ده داخله شمال كده على الجاردن سيتي عند السفاره. السنه اللي فاتت يا وائل؟ يعني بجد والله عظيم حرام عليك، الناس هتقرا حاجه خلصت من سنه. يا بنتي دي فيها اسرار عمرها ما اتنشرت، وانا جبت لك اذن من النشر مخصوص اكسكلوسيف حصريا. ترقبوا لبنى اشرف العدد القادم، اشهر صحفيه في مصر. ماليش انا في الشغل البايت ده، شوف لي حاجه طازه. حبيبي حبيبي انت قلتي حبيبي؟ اه عندي بجد قلت حبيبي فعلا. ايوه. طب انت مش شايفه ان لسه بدري قوي على الكلمه دي؟ لا انا بقولها عادي. ان انت مدلوقه عليا اكتر ما انت مدلوقه. والله انت تحفه. انت اللي عينك حلوه. طب ما تشوف لي بقى حاجه في قضيه الضباط. بص يا لوزة، طبعا لو سمحت لي هنشيل الالقاب يعني. ماشي لوزة، انا مش عايز احس انك عارفاني عشان مصلحتك. لا 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 لا، والنبي وحياة ابوك انا مش حمل البصه دي كده. هقول لك على كل اسرار البلد يا لبنى، انا مش هينفع اقول لك اي كلام في الموضوع ده خلاص، حتى لو مش هتنشره، لان الكلام في الموضوع ده خطر جدا على حياتك. انا ما بهزرش على فكره. اه فانت عشان خايف عليا قوي كده يعني مش هتقول لي؟ يا لبنى عشان خاطري خليني اقدر احافظ على اسرار شغلي، مش عايز الومك على اني مش قادر اتحمل المسؤوليه. اتفقنا؟ ماشي. اتفقنا ماشي. ناكل بقى اسكالوب الدجاج بالاعشاب المقرمشه، شو رايك في دي؟ تاكل فراخ ولا فراخ؟ ممكن ثانيه؟ ايه في ايه؟ شغل. بلاش انا كمان احافظ على اسرار شغلي؟ هتقضيها انت بقى راس براس، هتتعبي معايا، انا دماغي دي جزمه وبرج الطور وه. طب ثانيه واحده مش كده. الو معلش مش هينفع اطول معايا حد. وائل اه. مقدم ماجد العزيزي؟ لا طبعا مستحيل. مستحيل ليه؟ انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط؟ الحق انت بس انشري الموضوع قبل اي حد تاني ما يسمعك. اتفقنا؟ والله لو اوريك يا باشا، والله لو اوريك. استاذه. ايوه. في واحده صحفيه بره اسمها لبنى عايزه تدخل لحضرتك. واخده ميعاد؟ لا بس هي مصممه. مصممه؟ ايوه. خليها تتفضل. استاذه مشيره، اسفه اني جايه من غير ميعاد. اهلا وسهلا، شرفتيني. بس معلش انا بستاذنك ان احنا نحدد اي يوم تاني نعمل فيه الحوار، لان بجد النهارده مش فاضيه خالص. لا يا استاذه انا مش جايه عشان كده. مش فاهمه. انا عايزه حضرتك تبقي المحاميه بتاعتي. طيب اتفضلي. انا وقعت تحت ايدي موضوع خطير جدا ومش هقدر انشر فيه كلمه واحده الا اذا كنتي معايا من اول خطوه وقلتي لي اعمل ايه بالظبط وانشر ايه وما انشرش ايه. اوكي بس انا محتاجه اعرف ليه اخترتيني انا بالذات. حضرتك محاميه هايله طبعا، بس انا مركزه اكتر في القضايا الحقوقيه، قضايا النشر دي مش اختصاصي خالص. انا عارفه بس الموضوع ده بالذات له علاقه بظباط ومنهم ناس اظن ان انت عارفاهم كويس زي الرائد سيف عبد الرحمن مثلا، وبصراحه يعني انا عارفه ان انت ممكن تحميني. ده كده الموضوع مش مجرد استشاره قانونيه. بصراحه لا، هو موضوع من الناحيه القانونيه مش هيضرني في حاجه. ايوه يا ساميه، ما حدش يدخل عليا لحد ما اخلص مع استاذه لبنى. اوكي هيا بقى احكي لي ايه الموضوع بالظبط. شفت اللي حصل؟ صباح الخير يا باشا. لا ايه اللي حصل؟ شريف عباس اللي شغال مع ناجي الخليلي لقوه مقتول ومرمي في الزباله من يومين.
مين دول يا باشا اللي لو؟ المباحث لسه قايل لنا من 5 دقايق لما بعتنا لهم طلب بالبحث عنه، مقتول بنفس الطريقه ونفس العلامه وكل حاجه. ايه يا فندم، بس مستحيل ناجي يكون قتله لانه شغال معاه، وحتى لو هيقتله لاي خلاف بينهم مش هيقتله بالطريقه دي طبعا. الصياد يا باشا اللي قتله، مفيش غيره. صح. خلينا نتاكد من الموضوع ده وننتهي منه تماما. انا عايزك تكلم الرائد سيف، ولا اقول لك بلاش، خد وائل وروح له وقول له ان احنا مستنيينه هنا النهارده. أنا الأوان بقى إنه يتكلم ويقول لنا كل اللي يعرفه عن الموضوع ده. ألو، واضح إن هم لقوا جثة شريف عباس مقتول من يومين. موضوع الصياد ده شكله هيتفتح تاني، هجيبوا سيف عبد الرحمن يستجوبوه. تقلقش، اي حاجة هتحصل هنا هتعرفها اول باول. امال انا هنا ليه؟ هو ده العشم سعادة الملك، معتمد عليك ومش عايز ازعل.